هذا هو صادق ماهر، الطفل الذي ولد كأي مولود طبيعي. لولا أن نقص الأكسجين أثناء الولادة كان كفيلا بتحويله إلى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الرغم من صعوبة المراحل التي مر بها صادق، إلا أنه الآن في أول سلم مراحله التعليمية، وفي كل مرة يتنفس يتغلب على إعاقته وينتصر على بدايته. هو عنده تقريبا شلل دماغي منذ الولادة، تعرض إلى نقص أكسجين وخرج تعبان، وقمنا بإسعافه في المستشفى. صادق ليس سوى واحد من عشرات الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام، ولأجل ذلك وتحت عنوان إسعاد الطفل، نظمت مؤسسة اليقظة للتنمية والتأهيل احتفالا ضم العديد من الفقرات بحضور الأطفال وذويهم. حبينا بمبادرة صغيرة منا أن نهدي أطفال عدن، هذه المبادرة الطيبة الخيرة بإسعاد الطفل، وهي تستهدف الفئات التالية: الأيتام والمعوقين والصم والبكم. من حقنا أن نحيا طفولتنا ونلعب، من حقنا أن نتحدى الإعاقة بالحركة ونواجه التلعثم بالابتسامة، تقول ضحكاتهم هؤلاء الذين تقبلوا واقعهم بقلوبهم الصغيرة المفعمة بالحياة وبإعاقة تتضاءل أمام إرادة صلبة. وطن ما أحلى. سعادتهم الآن تتمثل باللهو واللعب، ولكن سيأتي يوم يدرك الجميع أنهم بحاجة إلى مجتمع يحتضنهم وحكومة من واجباتها تلبية احتياجاتهم. حنين جمال، بلقيس، عدن.